شرف مختار. عود بدي احكي معك. اشرب القهوة. راح اشربها عود. من اخره شو في براسك؟ الأمانة. أكيد أكيد وعلى دمي. لكان شو دخل عمك أبو نوري لحتى تتو على الطالعة والنازلة بشغلة بنته الله يستر عليها؟ حرمته عم طالب فيها. لا تعد لي نفس الديباجة الله يرضى عليك. سألتك شو في براسك قلت لي الأمانة. فلا ترجع تتحجج لي بشغلات وأعذار فاضية. أنا ما بسمح تقول عن كلامي فاضية أبو حاتي. وأنا ما بسمح لك تتعرض لناس من الحرب حماية الله وحمايتي لك مخراز. والله اللي بده يحامي حامي عن الجميع، مو يحامي عن ناس ويترك ناس. هذا الكلام مردود عليك. أنا من يوم يومي بحامي عن الحق وين ما كان ولمين ما كان. مختار، أنت بتعرف إنه الأماني من حق أبي الله يرحمه وصارت من حقي بعد ما مات. بقى ليش ساكت على انها تضل الأمانة عند ابن عمي عمر انت وكل اعضوات الحارة؟ ليش؟ الأمانة من حق صاحب العلامة وهي وصية ابوك الله يرحمه. نحن ما جبنا شيء من عنا. شغلة العلامة كلام فاضي وملعوب من ابن عمي عمر. انت زودت كتير بهالكلام اللي عم تقوله. يا زماني يا ما الحارة زودتها على امي وابني وانا بين الحياة وبين الموت يا مختار. مو مزبوط هالحكي يا سيدي. مزبوط وستين مزبوط. خد لي طريق. يلا يلا روحوا هيك. شري هالمرة مرقت لك ياها انك تضرب بياع درويش وترمي له بضاعته على الارض، لكن المرة الجاية بتكون عم تعتدي على ناس بحماية الله وحمايتي لك مخراز. عمين ما بدالك عمي، عمين ما بدالك. يا عيب شو؟ العيب بلش من عند ابن عمي، والعيب أكتر إنكم كلكم دافعتوا عنه.